السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قصة جميلة وحلوة ومفيدة. هذه قصة الولد، كان هو طبعا وحيد أمه، وكان دائما الولد هذا يتضجر من أمه. أمه سبحان الله كانت بعين واحدة، يعني يقولوا لها مسكينة يعني عوراء أو زي، فكان يكرهها وما كان يعني كان يتجنبها، وكان يعني يتحرج في زملاء في المتوسط، وبرضه كذلك من وصل الثانوي كان يضايق لما مثلا تمر المدرسة مثلا تبغى تاخذه او تبغى تسال عنه، كان يحاول يتظاهر بانه يعني ان هذه مي امه، انه ما يعرفها، يتجاهلها، يطنش، يعني يطالع فيها كذا، يعني ينظر لها بنظره يعني ازدراء او حقد، او يبغى تبعد عنه، يعني ما يبغى يضايقه يعني. المهم استمر هذا الوضع بهذا يعني بهذا الكيفيه، الى ان جاء يوم من الايام الولد حط في باله انه يجتهد ويثابر وكذا، الين ما شاء الله تخرج من الثانوية والجامعة وكذا، وتوظف وينتقل إلى اللي هي دولة سنغافورة. لما وصل هناك طبعا تزوج وجاله أبناء ما شاء الله، أموره تمام الحمد لله، يعني أصبح رجل ناجح كذا. يوم من الأيام فكرت أمه أن تزوره هناك، فلما زارته هناك يعني عرفت العنوان حق ولدها وراحت تزوره. أول ما فتح لها الباب ويعني وشاهدها كذا، عيال الصغار يعني خافوا منها، وهو قام يعني يصرخ في وجهه يقول انت ايش تبغين هنا، ايش عندك هنا كذا. فقالت له انا اسفه، انا الظاهر اني غلطانه في العنوان، يعني ما اظهرت لزوجته او ابناء الصغار انها امه. فقامت عادت الى يعني الدوله اللي هي اتت منها. والمهم يوم من الايام ويجي لولدها رساله بانه في يعني يسمونها لم الشمل، رسالة من المدرسة حقته السابقة انه في عندك دعوة لما الشمل وكذا. فقام تظاهر لزوجته قال انا بذهب الى البلد حقي اللي انا كنت فيها، في عندي هناك موضوع ما قارب يبغى اخلصه. لما رجع البلد يعني قابل جيرانه، هو طبعا كان بيروح لامه اصلا، كان بيشوف ايش الموضوع. فلما راح لجيرانه واخبره قالوا انه امك توفت، واعطوه هذه الرسالة. يقول لما سمعت انها توفت وكذا، يقول ما ظرفت عيني ولا بكيت ولا شيء. يقول لما بكيت الرساله وبديت اقرا فيها، فهي يعني بدات امي تتكلم، تقول انا اسف اني يعني ارهبت عيالك وضايقتك، وكنت يعني سبب يعني مأساتك في حياتك، يعني سامحني، لكن تاكد انه العين اللي انت الان تشوفها بها ترى هي عيني انت، وانت صغير تعرضت لحادث يعني قوي وفقدت عينك، فقمت انا تبرأت بعيني، ويعني وانا الان فرحه انك انت ترى العالم بعيني، وانا يعني ارجو انك تسامحني وكذا. فكانت هذه قصه مؤثره للولد، وهذه قصتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائع. مع السلامه.